في احلى منا هاللحظه بالحياه اللي منحس حالنا نجحنا بشيء عن جد. يمكن ما في احلى من النجاح بالحياه، نحس هيك انه عن جد هيدا شعور الفرح وشعور النشوه اذا بدكم وشعور الانتصار. بس فعليا شو هو النجاح؟ انا بنسال كثير هالسؤال، واحيانا بسال كثير حالي هالسؤال. والحلو بالموضوع انه سنه بعد سنه، صار لي كذا سنه يعني بحب عيده، هو اصلا سؤال كثير مطروح. بتفتحوا جوجل حطوا وات از سكسس، بيطلع لكم شو هو النجاح، بيطلع لكم اجوبه كثير، حتى على السوشيال ميديا كثير، على التي في اوقات في ناس تتداول فيه. الحلو بالموضوع انه الحمد لله سنه بعد سنه بحكم ايماننا بالرب والنمو ايماننا ونمو فكرنا بالقراءه بالاطلاع بالثقافه، كل مره بيجيني جواب غير، او بيجيني جواب خلينا نقول مطور اكثر. سو من زمان وقت كنت ولد كنا دائما نحن بتعرفوا بحكم المجتمع اللي عايشين فيه، بحكم الثقافه العالميه، ثقافه المصاري للاسف الحكم العالم، انه براسنا دائما النجاح هو المصاري، نجاح هو نكون مليونيري، نجاح انه نكون بس هل يا ترى هذا هو النجاح؟ لان انا بعرف كثير ناس مليونيرية واصدقاء وفيهم ما باكيد مش اصدقاء من هالقد واصلين بالحياه، بس معهم مصاري قد ما بدكم تقعدوا معهم تحدثوا، بتحسوا في كآبة، بتحسوا في زعل، بتحسوا في خوف يخسروا مصرياتهم، خوف. فهل يا ترى النجاح هو المصاري؟ اكيد لا. اكيد لا، هي الحقيقه مش مني تسمعها، واسمعها من الرب. بالانجيل متى بيقول لا تعبدوا ربين، يا بتعبدوا الله يا بتعبدوا المصاري. واضحه يعني الرساله كثير واضحه، ورساله لها معاني كثيره. نحن مش بس عم نقول ايه نقول ايه، لانه الايه هيدي منعيشها نحن بحياتنا اليوميه. في ناس فقراء بس عندهم تصالح مع الذات، عندهم قناعه، عندهم هيك سلام داخلي، بتلاقون عايشين بفرح، عايشين مبسوطين بحياتهم اكثر من ناس اغنياء عندهم مصاري الدنيا كلها بس ما في. فهو شو هو النجاح برايي الشخصي يعني المتواضع كشريف؟ اكتشفت مع الوقت انه احلى شيء الانسان لينجح، الانسان في يكون ما عنده شيء مصاري، بس اذا كان فكره نامي بغنى الفكر. الغنى الفكر هو النجاح. بس احكي عن غنى الفكر بحكي كمان عن الانفتاح على الاخر. بس احكي عن الانفتاح على الاخر بحكي عن المحبه. الانسان اللي بحب الاخرين مين ما كانوا يكونوا، شو ما كان طائفتهم ودينهم والباك جراوند تبعهم وخلفيتهم ومجتمعهم وجنسيتهم، اللي بيوصل لمرحله يحب الجميع بيكون ناجح بالحياه. ليه بيكون ناجح بالحياه؟ لانه بيعطائه حب للاخر. سبحان ربنا، يعني هيدي كمان معلمنا اياها بالاديان السماويه، بس نعطي نحن حب للاخر نحن بنحصل على الحب المقابل. فالانسان الناجح بالحياه انا برايي الشخصي المتواضع هو الانسان اللي بيملك اللي بيملك قلوب الجميع بالمحبه. هي اللي علمنا اياها كمان يسوع المسيح. يسوع المسيح لقبه ملك الملوك، ويسوع المسيح ما كان يملك شيء، ما كان عنده ولا ملك مادي على الارض، لا بيت ولا 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 بلا مصاري، ما كان يحمل معه شيء، بس كسب قلوب الدنيا كلها كرمال هيك نجح، كرمال هيك اليوم العالم كله يسوع المسيح بتلاقوا عن جد يعني